الله شبه أربع أصناف من الناس بأربع حشرات. الأول النمل والذباب والعنكبوت والنحل، أربعة. الله شبه أربع ناس بأربعة. الأول النمل، الله شبه أهل الدنيا بالنمل. حرص النملة شايفها من الطيح من بيضتها مولانا تدق وترطم وتشتغل ليل ونهار، ليل ونهار ماكو راحة. النمل يركض على رزق مولاه ليل ونهار ماكو فراغ، يشتغل اصعد وانزل ويذب نفسه بالنار ويذب نفسه بالماء وكذا، يشتغل ويكدح وبالاخير شنو مولانا؟ مات راح. وهذا مولانا اهل الدنيا القران يمثلهم بمن؟ بالنمله. هذا اهل الدنيا يركض الصبح هو يشتغل ومرته تشتغل وابنه يشتغل وزوجته تشتغل وبناته يشتغلن مولانا، وعنده شغلتين وثلاث واربع بالعافية عليه 70,000 عافية. الإسلام ما يمنع، بس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الإسلام ما يمنع العمل، ما يمنع الكد على العيال لأن هو جهاد في سبيل الله، لكن يمنع الحرص أن الإنسان مولانا يركض ورا الدنيا يركض ويركض كان وين الآخرة؟ ماكو مولانا. هذا الشبه الأول. الشبه الثاني، شبه أهل النفاق المنافق بمن؟ بالذبابة الذبانة. ها مولانا هاي اسمعني بيها، هاي اسمعني بيها بالله. زي مولانا أهل النفاق، تعرفون المنافق ياهو؟ المنافق قوله شيء وفعله شيء آخر، قلبه شيء ولسانه شيء آخر، يضحك ضروسه أسنانه بيض وقلبه أسود، هذا منافق. المنافق يلعب على الحبلين ما عنده حبل واحد. المنافق مثل الذبانة، الذبانة مرة تقعد على العسل أو مرة تقعد على من؟ على النجاسة. تشاولك أنت ما عندك ميزان؟ لا حقيقة أنت مثل قياس بعيو، ذاك قياس بعيو واحد طايح مولانا بنقرة بحفرة ببير طايح، قال له بعيو طلعني، طل ذبل حبل مولاي وطلعه، من بعد فترة شاف له واحد معلق بالشجرة نزلني ذبل حبل وجرة. كانت مثل قياس بعيو مولانا كله بالحبل؟ ما يصير مولانا العزيز. الذبانة ما لها مقياس، ما تقيس بين الحلو بين الطاهر وبين الغير الطاهر، بين الطيب وبين الخبيث، تقعد على الطيب وتقعد على هذا. المنافق هيك، المنافق ما عنده ميزان. المنافق هذا يقول إن سيدنا ابن ملجم قتل سيدنا علي بن أبي طالب. كان أنت هذا سيدك وهذا سيدك، ما يصير كان تذبان مولانا، ما يصير. كن عندك موقف، سيدنا فلان رضوان الله تعالى عليه وسيدنا فلان هم رضوان الله تعالى عليه، مرة تقعد على العسل ومرة تقعد على، ما يصير مولانا. الإنسان يصير عنده موقف، أنا أمدح الحسين، أمدح الحسين وأمدح أعداء الحسين، تاوين التولي والتبري. أنا أمدح علي بن أبي طالب أو أمدح أعداء علي بن أبي طالب، هذا نفاق، هذا نفاق. المؤمن غير منافق، والمنافق عند موقف لابد أن يكون له تولي وتبري، لا يلعب على حبلين. خلاص هذا زين زين، علي مع الحق والحق معه، خلاص أنا أمشي مع الحق، فالذي يعادي الحق هو عدوي، خلاص لا أكثر ولا أقل. أنا إذا أبوي حارب علي بن أبي طالب ما أريده، إذا عشيرتي تحارب علي بن أبي طالب أتبرم العدم مولانا، لأن عليا مع الحق والحق مع علي، مع القرآن والقرآن مع علي، لا أكثر ولا أقل. الثالث اللي الله شبههم مولانا بالعنكبوت، شبه أهل الكفر وأهل الشرك بالعنكبوت. العنكبوت ما عنده ذرة من الرحمة، القوي يقتل الضعيف. الأم تنجب أطفالها، بس يكبرون الأطفال شو يسوون؟ يأكلون أمهم مولانا. الزوجة تدعو الزوج، هذا هاي حياة العنكبوت، حياة الافتراس، حياة اللا أبالي، حياة القتل، حياة الوحشية. وهذا مولانا تأتي بزوجها تعاشر زوجها، بعد المعاشرة تقتله ثم تأكله، تأكله. في بعض الحالات تأكل أولادها، بعض الحالات الأولاد يأكلوا أمهم. عجيب، أنتم ما عندكم أم وما عندكم أبو، ما عندكم زوج، ما عندكم زوجة، حياة الوحشية، حياة اللا أبالي،
حياة القتل والذبح والنهب. الله شبه أهل الشرك وأهل الكفر بمن؟ بالعنكبوت. واضح مولانا؟ هاي ثلاثة. الرابع النحلة. الله شبه أهل الإيمان، شبه المؤمنين بمن؟ بالنحلة. رسول الله قال المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا. تأكل وين تقعد؟ تقعد على الورد، وتشرب من رحيق الورد، وتضع عسلا مصفى يفيد الناس وله فوائد كثيرة، شفاء للناس. والمولانا المؤمن يكون كالنحلة، إذا تكلم يتكلم طيبا، إذا قال قال طيبا، إذا جلس جلس طيبا، إذا أصلح أصلح طيبا. هذا المؤمن الله شبهه بمن؟ بالنحلة، لأنها من أنظف الحشرات. أنظف حشرة من أنظف الحشرات هي النحلة، نظيفة جدا 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 مولانا. ولهذا يخلون حارس إذا طلعت النحل، هاي حكاية حلوة اسمعها يمكن ما سامحها. هذا إذا طلع النحل للورد، طلع النحل للورد، يخلون واحد قائد بالباب، يخلون قائد بالباب. هذا القائد اللي بالباب شي يسمونه يعسوب النحل. يعسوب النحل، يعسوب بمعنى أمير النحل. يخلونه بالباب يجي، أنتم عينوا على الوثائق والتقارير، تجي النحل، كل نحلة تجي تدخل مولانا بالخلية يشتمها اليعسوب، يشمها. إذا جالس على الورد يشم ريحتها يدعها تدخل، وإذا جالس على مكان غير طيب، إذا جالس على مكان غير طيب يضربها ضربة على رأسها فيقتلها، يقتلها أو يمنعها من الدخول. هذا شغلة من؟ شغلة اليعسوب، يدخل الطاهرين وين؟ بالخلية، أو يمنع العدم مكسرات الغير طاهرين وين مولانا؟ ولهذا علي بن أبي طالب يعسوب عرفته لو ما عرفته مولانا؟ هذا الحكي كله أرد أقول لك، علي بن أبي طالب يعسوب الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علي بن أبي طالب باب الجنة واقف يشم ريحتنا مولانا، إذا بيك ريحة الحسين مولانا أو بيك ريحة السيدة زينب والإمام الحسين تدخل مولانا، ريحة الولاء تدخل. لكن إذا أكو ريحة نفاق، أكو ريحة نصب، لا، يمنعك علي بن أبي طالب. علي يعسوب الدين أبو الحسن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه من ألقاب علي بن أبي طالب، من ألقاب علي بن أبي طالب يقال له أمير النحل. تعرف ليش أمير النحل؟ هل يوم لقبين نعطيك للإمام علي، يعسوب الدين يمكن ما سامحها بس ما تعرف معناها، الآن هاي سمعتها. والثاني أمير النحل، تعرف أمير النحل شنو؟ النبي كان عنده سرية، السرية هو الحرب الذي لا يشترك النبي فيه، يسمونه سرية، وإذا اشترك النبي فيه شو يسمونه؟ غزوة. كان عنده سرية، طبعا النبي إذا ما طلع يخلي قائد على السرية، خلى واحد على السرية إلى حرب جماعة من المشركين، فراحت السرية بأمر رسول الله، النبي ما موجود، الإمام عليه ما موجود، راحت السرية وصلت في مقربة من المشركين، بين المشركين وبين المسلمين جبل، هذا الجبل مملوء كله من النحل، كله نحل، خلايا نحل. تعرف النحل إذا سمع صوت أو ضكة أو أصوات مولانا يهجم يطلع. زين هذول من أجوا؟ زين لجلجت خيل وصوت وقعقعت سيوف مولانا، وهذا جيش المسلمين جاي، لما وصل الجيش هاج النحل، وإذا كالسحابة كأنها غطت الشمس بالملايين، كل خلية تحمل ما شاء الله وأكو مئات بل آلاف الخلايا. والمولانا السار يقول كأنها غطت الشمس، فهجم النحل على جيش المسلمين، هجم على جيش المسلمين، تقهقر رجعوا للنبي، واحد عينه مرمى واحد إذانه مرمى مولانا، وكلها رجع الجيش منكسر. قالوا لي يا رسول الله النحل هجم علينا ولم نصل إلى العدو. فهيئ النبي سرية ثانية، خلى عليها قائد آخر، وبالفعل وصلوا إلى نفس المكان، وإذا هاج النحل عليهم وهجم عليهم،
فنفس الطريقة رجعوا، رجعوا هاي مرة ثانية. مرة ثالثة مولاي هيئ سرية رسول الله، رسول الله، ووضع القائد عليها علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنت لها يا أبا الحسن. إجا الإمام علي حتى وصل، بس أريدها قوية كنت توصل إلى أقصى واحد إن شاء الله. يقول إجا علي بن أبي طالب حتى وصل إلى الموقف وإلى هذا المكان، وإذ هاج النحل في وجه المسلمين، هاج صار كالسحابة السوداء غطت عين الشمس مولاي، فهجمت على المسلمين، وإذا علي بن أبي طالب في مقدم الجيش رفع يد الإمام سلام الله عليه، قرأ نفس الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم رفع يده قال: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. أيتها الناحل يا جنود الله عليكم بأعداء الله. فهجم النحل بأجمعهم على الأعداء، وصار الانتصار لجيش المسلمين ببركة علي بن أبي طالب.